بالمنطقة. في المجال الفلاحي يعد غرس الأشجار المثمرة من بين الزراعات البديلة لمخطط المغرب الأخضر بإقليم شفشاون بعد في تطوير وتنويع المنتوج وتحسين دخل الفلاح. هذه الزراعة تتناسب وطبيعة المنطقة ذات التضاريس الجبلية الوعرة ومحدودية مساحة الاستغلاليات الفلاحية. روبرتاج أحمد العلوي، حمزة السايح، وعبد الإله الشاب. 14,000 هكتار هي المساحة المغروسة بالأشجار المثمرة بإقليم شفشاون منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر إلى الآن. عملية مكنت فلاحي المنطقة من نشاط زراعي ساهم في تحسين دخلهم والرفع من مستواهم المعيشي. أنا كان هناك التتبع ديال الجمعية مع المقاوم، ولك شي حاجة ما هيش كيعوضوها، يعني كتمشي حتى ما كيكمل مقاولتك كيكون الزيتون عايش 100%، وكيسلموا للجمعيه والجمعيه كتسلموا للمواطنين، وكتبقى واحد الحراسه رسميه على حتى كيوجد زيتون الجامع في الاقليم كامل، في جامع الدوار. الجمعيه اللي جات عملت لنا الزيتون استفدنا منه، بلادنا ما كنعملش اي فلاحه اخرى من غير الزيتون، يعني واخا نجيو نعملوا فيها شي منتوج زرع ما كنعملش، ولكن الزرع فادنا بزاف، التزيد اللي عملونا فادنا بزاف. غراسة الأشجار المثمرة عملية تتلائم وتضاريس هذه المنطقة الجبلية، حيث تساهم في تثبيت التربة فضلا عن تنمية المنطقة. الاستفادة ديال الإقليم بشكل عام كانت تقريبا 14,000 وأزيد من 14,000 هكتار من الأشجار المثمرة في إطار مشاريع مندمجة فيها الوحدات ديال تتمين منتوج ديال الأشجار المثمرة، خصوصا معاصير ديال الزيتون. كذلك المشاريع عرفت تكوين ومواكبة تقنية للفلاحين. برمجة أيضا لستة آلاف هكتار إضافية بالإقليم خلال 3 سنوات المقبلة لتدعيم غراسة الأشجار المثمرة وتحسين دخل الفلاح وتعزيز عمليات التشجير استجابة لحاجية الفلاحين الصغار. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نربط الاتصال بالسيد الشريف الأرقم، المدير الإقليمي للفلاحة بشفشاون. سيد الأرقم، بداية هل قربتنا من الحالة الراهنة لبرامج مخطط المغرب الأخضر بإقليم شفشاون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية ودينا شكرا لكم على استضافتي لهذا البرنامج. بالنسبة للحالة الراهنة بالنسبة للمخطط إنجاز مشاريع مخطط المغرب الأخضر بإقليم شفشاون، يعني نحن الآن بصدد إنجاز تقريبا 36 مشروع منذ انطلاقات مخطط المغرب الأخضر، كما أنه سيتم برمجة 3 مشاريع بالنسبة للسنتين المقبلين، يكون بذلك يعني 39 مشروع. هذه المشاريع تهم الإنتاج الحيواني، تحسين سلالة الماعز بالنسبة لإنتاج الحليب، وهناك إنتاج العسل. أما بالنسبة للإنتاج النباتي فهناك كما تفضلتم أنه كاين برمجات يعني إنجاز تقريبا ما يناهز 21,000 هكتار لتتهم على رأسها شجر الزيتون واللوز والصبار، يعني هناك أصناف مختلفة اللي تمت برمجتها وتنفيذها منذ انطلاقات. وهذه المشاريع ايضا تهم يعني انه ليس هناك يعني بالنسبه للتشجير، ولكن هناك مشاريع اللي فك العزله عن العالم القروي، حيث تمت انجاز 60 كيلومتر من المسالك القرويه، كما تم انجاز تقريبا 54 كيلومتر من الثقيل المتوسط. سيد الارقم، ما هو واقع برامج مخطط المغرب الاخضر بالاقليم على الساكنه؟ بالنسبه للواقع لهذه البرامج، يعني اولا يعني كاينه واحد العمليه اللي كتهم الفلاحين، يعني تعلم التقنيات الفلاحيه بالنسبه للاشجار المثمره. ثانيا هناك وقع خلق مناصب الشغل اللي غادي تكون يعني من بعد ما يعني تم الانجاز تاع 21,000 هكتار من الاشجار المثمره، يعني هناك سيكون خلق فرص عمل موسميه، وهناك فرص عمل اللي غادي تكون يعني فرص عمل بالنسبه ذات من بعض الحرف كتتمين مثلا الزيتون او تتمين التين الى اخره. سيد الارقم، ما هي اليات تتبع ومواكبه هذه المشاريع والبرامج؟
بالنسبه لاليات التتبع و اليات التتبع هذه المشاريع، يعني انه منذ انطلاقه المشروع يعني كتكون مواكبه للفلاح لا من ناحيه التحسيس ولا من ناحيه التكوين، وهناك تتبع في الميدان بالنسبه للمقاولين، يعني واحد مجموعه من التقنيين المهندسين التي يتبعوا يعني انزال هذا وتنفيذ هذه المشاريع على الارض الواقع. وفي نفس الوقت يعني هناك مواكبه بالنسبه لتاطير الفلاحه، يعني منذ غرس هذه الاشجار حتى التثمين ديالها. وهناك عاوتاني مواكبه من طرف المكتب الوطني للسلامه الصحيه للرفع من جوده التثمين هذه المنتوجات الفلاحيه. سيد شريف الارقم المدير الاقليمي للفلاحه بشفشاون، لك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات، كنت مباشره معنا من شفشاون. نفتح صفحه الانباء الدوليه بال